وبالتالي هنا نأتي إلى قضية السودان، هل والله سيكون السودان بمنأى عن هذه الصراعات وعن هذه التحركات؟ نقول لا، السودان منذ 2019 يكاد يكون بشكل كبير اتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وآثر أن تكون المظلة على الأقل التي يعمل تحتها الوضع في السودان، أو حتى ما تؤثره أو ما تفضله القوى السياسية والنخبة السودانية التي جاءت في ظل الثورة، هو مزاجها بشكل عام يتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية اعتقد أنها ستولي السودان أهمية خاصة، وهذه المسألة تعود إلى جملة من القضايا، جزء منها سياسي، جزء منها يعني يعود إلى الجغرافيا السياسية فيما يتعلق موقع السودان تحديدا في القارة الأفريقية، جزء منها يعود إلى الموارد التي أيضا سيكون لها يعني مثلا الذهب، فقط لو نظرنا إلى المخزون الموجود للسودان يكاد يكون الآن الدولة الثالثة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا تقريبا. فأنت أمام دولة عندها موارد وعندها مساحات أيضا للأراضي الزراعية، عندها موارد في الثروة الحيوانية، في نفس الوقت عندها نخبة مستعدة لأن تعطي جزء كبير جدا من النفوذ للولايات المتحدة الأمريكية، فطبيعي أن الولايات المتحدة لا تهمل هذه الحالة في السودان.